السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أخواني؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وطيبين وصحة وعافية، الله يسعدكم جميعا. يا شباب، تدرون إيش أهم شيء للمغترب الذي خارج المملكة علشان يرجع بكل يسر وسهولة؟ الشريحة، شريحة الجوال. شريحة الجوال يا شباب، حافظوا عليها، حافظ على شريحة الجوال قد المستطاع. إذا سافرت إلى بلادك إلى بيتك، خذ الشريحة وحطها في مكان آمن، أو خليها في جوال قديم ومستخدم معك في البيت وحطها فيه عشان ما تتلف، علشان ما تضيع عليك بعدين تبلش. والله تبلش، كثير من الشباب يراسلوني والله العظيم، رسائلهم موجودة في الماسنجر، ما يقدر يدخل. إذن لا تهمل أخي المغترب، لا تهمل شريحة جوالك، نصيحة مني لك. الشريحة هذه بمثابة يعني الشيء المهم لك، علشان تأتيك الرموز عليها، سواء سجلت في توكلنا، في صحتي، في تباعد، في لقاحات، في مقيم، كل شيء حيرسل لك رسالة على رقمك السعودي، ما حيعتمدوا لك رقم يمني، رقمك السعودي إذا طبعا إذا كنت مقيم. طيب، في ملاحظة مهمة يا شباب، بعض الناس يسافر وفجأة يقول له جوالي ما عاد يتصل ولا يرسل ولا يستقبل، إيش المشكلة؟ يا أخواني، الآن الاتصالات السعودية وموبايلي وزين، أي جوال 3 شهور 90 يوم ما استخدمته يدخلوه في حالة نوم، في حالة غفوة، ما عاد تقدر تستقبل ولا ترسل عليه. طيب، وش الحل يا أبو فارس؟ الحل أنك تراسل أحد زملائك في المملكة وتقول له عبي لي كرت ب50 ريال، ب23 ريال، خليه يشحن لك، ولا يرسل لك الرقم وأنت تدخله على طول في الشريحة في اليمن، يقبل معك على طول. وإذا نشطت الشريحة، حاول أنك تجري اتصالين، ترسل رسالة رسالتين من الرصيد، وبهذا يعطيك 90 يوم ثانية من آخر استخدام. فهمت؟ يعني اليوم ما استخدمت الجوال، اليوم 17/8 ولا 18/8 ما استخدمت الجوال، معاك 90 يوم علشان يدخل في حالة غفوة وعدم اشتغال. فنصيحة يا أخواني، من باب النصيحة لكم جميعا، حافظ على شريحتك وحافظ على جوالك يكون نشيط، حاول تستخدمه، ترسل، تتصل، حتى لو رنه تتصل رنه، علشان إيش؟ يبقى معك شغال ويستقبل الرسائل والرموز. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.